السلام عليكم. انا يا خوتي والله رانا حنا وي انا خليونا نهضروا تو قلبي عدويا ما يشاورنيش. بون انا والله رانا نعرفوا انا المسؤول امني شركة مهمات يعني تاع شركة مهمات هاي يعني امني تاع وهذا يعني فوت 200 ام ان او ام 400 وعندنا وكالة انباء مستشار سابق يعني وزير سابق هيئة أمنية كبيرة سيناتير لا منحكي ولا يعني مليكة مليك وتعبئة يعني شعبية وكمل يعني ياكم عربكم شحال يعني هنا رانا يعني هنا نطالبوا يعني هنا يعني بال يعني بشوية يعني يقظة شوية ها يعني كارثة باش يعني شركة مهمات يعني ما يهمناش انا يعني وكالة انباء وزير هيئة وزير اقامة دولة يعني كامل محيط تاعها بالفراش يعني اعتداءات ارهابية ربعة 6000 طفل يرشق وقت وكالة انباء بالحجارة ما تعطيني حتى شيء ما تعطيني حتى تبرير حتى جيستيفيكاسيون ولا محاولة ديال عندنا هنا هذا الكمالية والثانوية والابتدائية يسكروا وتفتح الحركة يعني والسير حركة السير في المحيط يعني في إقامة الوزير تتوقف إجراءات أمنية مشددة واحد من يتحرك واحد من يجي محيط كإقامة السيد الوزير السابق راس عين وحيد وهيد غطاس ولا وهيد أمار ولا يعني يزرقوا وهيد جبال ولا يعني كما زرقوا يعني منصب لأن الوزير هو دائما وزير يعني برمانوس وزير احتياطي مستشار أمني احتياطي خبير أمني مدير وكالة أنباء هيئة العليا السلطة قيادية للبلاد هيئة العليا للبلاد السلطة العليا للبلاد يعني رقم يعني الشخصيات الوطنية رقم كبير أين حراس الشخصيات هنا يعني حراس الشخصيات يعني المسؤول على توزيع يعني حراس الشخصيات بما يسمى جنرال ولا غير ذلك مقيطة يعني المختص بالاختصاص يعني راه يعني هنا راه يعني في يعني قصد الأيام راه يعني ملاحظة يعني كاين تسيب كبير تسيب كبير وغير ذلك عندنا قضايا رامشين بعنا حضروا كثير من أمن داخلي وخارجين أكتوا كثير من يعني على انترنت كثيرة يعني كمل صور فيديوهات راجين الخارج يعني تشوفها سمعة المؤسسات التوقع يعني تشوفوا صورة الجيش يعني أنها يعني صور يعني فاسدة تشوفوا سمعة الجيش يعني الأمن يعني أيضا يعني صور فاسدة يعني خطرة يعني مخدومين هنا يعني لكن فاسدة الوطن يبغى يشوف يعني حاجة يعني بروبر شرف ماشي يعني يشوف فساد نصور في الانترنت راه فاسدة كامل يعني كلام نساء وأيضا قضية أخرى هي مذيعة التلفزيون توفى في رقم واحد زميل كريم بن سالم يعني التلفزيون الإعلام في الجزائر السلطة راها ضايعة راها ضائعة السلطة راها ضايعة يعني كامل بتاتا يعني كاين نواعي عيطوا لي منصبي ألجي مدير التلفزيون لا غير ذلك نجي ارجع نجي ارجع تبقاو غير مذيعات التلفزيون يعني كامل معروفين يعني بالسيئات السمعة كل يعني مازالوا غير هما يتلعبوا بالرجال فاز راجل وزير تضربوا مرا ولا هذه المرا يعني سمعة الدولة كامل يعني كاين كارثة راه التلفزيون والإذاعات الجزائرية كارثة كبيرة هذا تجي خطير هذا إن شاء الله يوصل أمن الدولة ويعتصموا بيا غير ذلك يعني هذا هنا راه محامي فيا يعني عصابات كبار ولكن يعني تعرضنا هذا العمل يعني نعرفوا الخدمة مع الجيش هذا الجيش اسمه باللغة العربية العسكر العسكر باللغة الفرنسية معناه مساكر شوف لي يخدم مع الجيش كاين حوت العمل هنا دوكا تعرضنا لهذا العمل وقت سابق هو يعني مش الجيش اللي كاسنا احنا كاسونا عائلات ارهابية حتى عمل جينات عن الوجدة المتوفية ما قدروش يعني نحن جينات تاعها متوفية كانت حيحة أولد سبيت
الكاليزي وما ولاو يديرو لنا دعايات الحنين عليا عائلات ارهابيه. ولا الوزير سبقنا قالو رانا نعانيو رانا نعانيو مع العائلات الارهابيه طحنوا فيا راه تعرف يقولوا مهبول يا ودي ثم لي مهبل واش جابكم كيف واحد في عمره 5 سنين يجي يحكي لي الوزاره ولا الرئاسه والجيش الجزائري والرئاسه في عمرهم 3 سنين وامين يجي يطاشوا لي دار يقول لي انا وحيد غطاس ولا وحيد دوك هنا اي شيء يعني اتصلوا بيا شخصيا غير ذلك تلاعبات راه تلاعبات كاينه واش راه نديرونا صابرين ونوكلوا ربي وخلاص صابرين ميرسي بوكو. احتياطي مستشار امني احتياطي خبير امني مدير وكاله انباء هيئه العليا السلطه القياديه في البلاد هيئه العليا للبلاد السلطه العليا للبلاد يعني رقم يعني الشخصيات الوطنيه رقم كبير اين حراس الشخصيات هنا يعني حراس الشخصيات يعني المسؤول على توزيع يعني حراس الشخصيات بما يسمى جنرال ولا غير ذلك من قطاع